إثيوبيا تستفز مصر والسودان بقرار خطير بشأن سد النهضة ورد قوي من السيسي. بعد فشل مفاوضات الجولة الأخيرة بشأن سد النهضة والتي عقدت على مدار أيام في كينشاسا عاصمة الكونغو الديمقراطية، واصلت إثيوبيا استفزازها لمصر والسودان بعد إعلانها عن قرار جديد بشأن الملء الثاني. وانتهت جولة اجتماعات سد النهضة في كينشاسا بدون تقدم، واتهمت مصر والسودان إثيوبيا بالتعنت، بينما قال مصدر إثيوبي إن البلدين طرحا بنودا خارج الأجندة التفاوضية، في حين دعت الأمم المتحدة الأطراف إلى التوصل لحل وسط. واستفزت إثيوبيا مصر والسودان بقرار جديد بعدما قالت وزارة الخارجية الإثيوبية إنه لا يمكن لأديس أبابا الموافقة على أي اتفاق بشأن سد النهضة يحرم إثيوبيا من حقوقها المشروعة في استغلال مياه نهر النيل. وأعلنت وزارة الخارجية الإثيوبية عزمها المضي في الملء الثاني لسد النهضة في يوليو المقبل، متهمة مصر والسودان بتقويض المفاوضات. وأشارت الخارجية الإثيوبية إلى أنها تتوقع استئناف المباحثات الثلاثية حول سد النهضة خلال الأسبوع الثالث من أبريل الجاري بناء على دعوة رئيس الاتحاد الإفريقي. وأكدت على موقف أديس أبابا الداعم لعملية تفاوضية ثلاثية بشأن سد النهضة برعاية الاتحاد الإفريقي تحفظ مصالح إثيوبيا ومصر والسودان. وبعد فشل مفاوضات الفرصة الأخيرة، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي إصرار بعض الأطراف على إقامة مشروعات عملاقة لاستغلال الأنهار الدولية بشكل غير مدروس ودون مراعاة لأهمية الحفاظ على سلامة واستدامة الموارد المائية. وأوضح السيسي أن القارة تتكبد باستمرار خسائر هائلة نتيجة للأحداث المناخية القاسية، خاصة ما يتعلق بتفاقم أزمة الشح المائي ببعض دولها ومن ضمنها مصر، على نحو بات يهدد مستقبل شعوبها ويؤثر على أمنها وسلامتها. وحذر السيسي مؤخرا من المساس بمياه مصر في تعليقه على تطورات مفاوضات سد النهضة الإثيوبي والذي تخشى القاهرة تأثيره على حصتها من مياه نهر النيل. وقال السيسي: نحن لا نهدد أحدا، ولكن لا يستطيع أحد أخذ نقطة مياه من مصر، وإلا ستشهد المنطقة حالة عدم استقرار لا يتخيله أحد، ومن يريد أن يجرب فليتفضل. وفي السياق ذاته أكد سامح شكري وزير الخارجية أن مصر سوف تتحرك إذا لحق بها أي ضرر مائي جراء سد النهضة، مشيرا إلى أن القاهرة لديها سيناريوهات مختلفة لحماية أمنها المائية. وذكر شكري: مصر لن تقبل بأي ضرر مائي يقع على مصر أو السودان، منتقدا إثيوبيا بسبب تعنتها في الملف قائلا: لم نلمس إرادة سياسية جدية لدى إثيوبيا لحل عقدة سد النهضة، الجانب الإثيوبي حاول التنصل من أي التزام بشأن السد. وأشار وزير الخارجية لأن الإطار السابق للتفاوض أثبت عقمه، منوها بمحاولة تقديم إطار جديد للتفاوض، مضيفا: رغم المرونة لدى مصر والسودان إلى أن إثيوبيا أجهضت الجهود. وقال السفير أحمد حافظ المتحدث باسم الخارجية إن إثيوبيا رفضت المقترح الذي قدمه السودان وأيدته مصر بتشكيل رباعية دولية تقودها الكونغو الديمقراطية التي ترأس الاتحاد الإفريقي للتوسط بين الدول الثلاث. وكذلك رفضت أديس أبابا خلال الاجتماعات كافة المقترحات والبدائل الأخرى التي طرحتها مصر وأيدها السودان من أجل تطوير العملية التفاوضية لتمكين الدول والأطراف المشاركة في المفاوضات كمراقبين من الانخراط بنشاط في المباحثات والمشاركة في تسيير المفاوضات وطرح حلول للقضايا الفنية والقانونية الخلافية بحسب البيان. وكذلك أشار البيان إلى رفض الجانب الإثيوبي مقترحا مصري دعمه السودان خلال الجلسة الختامية للاجتماع الوزاري، ويهدف ذلك المقترح إلى استئناف المفاوضات بقيادة الرئيس الكونغولي وبمشاركة المراقبين وفق الآلية التفاوضية القائمة، الأمر الذي يثبت وبما لا يدع مجال للشك قدر المرونة والمسؤولية التي تحلت بها كل من مصر والسودان، ويؤكد رغبتهما الجادة في التوصل إلى اتفاق حول سد النهضة، غير أن إثيوبيا رفضت هذا الطرح مما أدى إلى فشل الاجتماع في التوصل لتوافق حول إعادة إطلاق المفاوضات.